يا رب يطلع زي ما انت بتقولي كده، وانا مبسوط ان انا معاكم. يعني المسلسل من الاول هو فكرة مختلفة وعن احداث حقيقية. كان العرض الاول من طارق لما قال لي ان هو عنده الفكرة دي وعنده حلقة اولى، دخلت يمكن الاتفاق ما خدش اكتر من نص ساعة، لان انا كنت متابع اصلا القضية الحقيقية وكنت معجب بيها جدا، يعني مش معجب بيها قضية قاسية بس شداني يعني. وبعد كده لما بدأنا نخش فالكاركتر نفسها غريبة جدا، لما بدأنا نجمع عنها معلومات، لما بدأنا نسأل الناس اللي كانت موجودة حواليه بشكل مباشر أو عن طريق الناس، فالكلام ده كله عمل لنا سواء على مستوى التأليف أو على مستوى هادي أو على مستوى الممثلين نفسهم بالذات الكاركتر دي، بدأنا نجمع الداتا دي ونوصل لشكل الشخصية. كانت مرهقة لأن أنت برضو في الآخر مطلوب منك تحب، أنا مش الجمهور يعني، مطلوب مني أحب قاتل قاسي جدا، ما هوش حتى قاتل عادي، بس أنا مضطر أحبه عشان أنا اللي هلعب الكاركتر وأنا اللي هعملها. بتشوف بقى مبرراته وبتشوف الموتف بتاعه وتشوف إيه اللي وصله لكده وبتنسى بقى خالص وتشتغل عليه هو. فده اللي حصل، فكانت مجهدة طبعا بس يعني استمتعت بالشغلانة من أول لآخر. طبعا عملت كده. يعني كان في دكتور شغال معنا، وكان غير كده بقولك الناس اللي حواليه غير كده، يعني قريت عنه كتير اتفرجت عليه، مش ان انت تقلده لان انت برضه مش بتجسد شخصية عامة، يعني هو شخص فانت مش هينفع تاخده هو بالظبط لانه ممكن ده يبقى الناس مش مسلي او مش، فانت بتاخد روحه عاملة ازاي، تصرفاته كانت عاملة ازاي، الصفات الرئيسية فيه، وبعد كده انت بتخلق الكاركتر اللي انت عايز تشتغل عليها. لا هو المسلسل بجد يعني صعب جدا كله، يعني اكيد لو سألتي حتى ركين او باسم سمرة او اي حد هيقولك مسلسل صعب ومجهد، المشاهد ما انتش عندك مثلا مشهدين ثلاثة صعبين والباقي احنا لا، كل مشاهد المسلسل صعبة. لكن هادي بصراحة قدر يسوقنا بشكل كويس جدا. مش عايز اقعد اشكر لك في المسلسل لما الناس تشوفه هي اللي تقول حلو ولا مش حلو، لكن ان شاء الله انا متفائل خير يعني. لا كان في الاول انا بعد فيلم العارف كنت خلاص مقرر ان انا هعمل توازن في كل الحاجات اللي بقدمها، في اعمال كوميدي زي مستر اكس، في هيبقى في حاجه زي السفاح، بس ما كنتش مقرر ان هو السفاح. قعدت اتكلمت مع طارق قلت له شبه حاجات انا عايز اشتغل عليها، فهو قال لي انا عندي المشروع ده، فلقيته الطف كمان من اللي انا كنت بتكلم فيه. لكن هي فكره تغيير الجلد ما كنتش محدد نوع العمل، بس ان انا اكيد هقدم اعمال مش كوميدي عشان افضل قماشتي واسعه وافضل عايش على قد ما اقدر كفنان يعني. يعني فكره السيريال كيلر عامه وانت بتسيع على الحاجات بتاعت بره هتلاقي دايما بيتعمل جزء واثنين وثلاثه، اعتقد ان هي تستحمل، بس ده طبعا كله هيرجع لمدى نجاح الجزء الاول ان شاء الله يعني.